تابعين مع سانشوري موتور كومباني وكلاء هيونداي بلبنان بأوتو فوكس مستر توراس ديمرجيون على جنب بنقوي أكثر اعتراضات هيونداي بلبنان. واليوم الجيل السادس من الانترا رح يكون عنوان حلقتنا. توراس هاي مرة جديدة. هاي جورج كيفك؟ دائما قبل ما نبلش بدنا نحكي عن إنجازات هيونداي لأنه كتير مهم نضوي عليها. أخذت أوردز عالمية وباتت اليوم من أهم البراندز كمان بالعالم، مش بس بالسيارات، بكل البراندز بكل الأسامي العالمية. صح، بما انه بلشت بالبراند خلينا نقول انه البراند فاليو صارت 13.5 بليون دولار بالسوق العالمي، يعني عملنا انكريز 3%، صرنا بالتوب 40 صرنا 4 سنين زياده. الهيونداي اخذت الريد دوت براند اوف ذا يير، واهم من هول كمان السياره اللي احنا عارضينها هون الالانترا هي اخذت بالتوب سيفتي بيك بلس من اهم سيفتي كارز طلعت بالعالم. يعني اذا بقى نحكي بالكراش تيست اجمالا ماكسيموم للسياره بتوصل 5 ستارز، هذه السياره وصلت 5.3 ستارز. اوكي قطعت المعدل العام، يعني المعدل. واكيد وقت بنحكي الانترا حسب جي دي باور وكل السيارات الهيونداي هذا موست ريلايبل كار. عم نحكي اليوم عن الجيل السادس من الانترا، كمان واحده من اعرق الطرازات بشركه هيونداي. شكل كتير انسيابي كتير حلو على السايد فيو، حتى عم شوف هلأ ناحية الخلفية تروس عن جد شايب كتير كتير حلوة مع البامب جاي بالصندوق، يعني مش جاي سبويلر اكسترا، جاي البامب موجودة فيه بطابع رياضي كتير حلو. شكل الصندوق منحسته صغير من الخارج بس أكيد من الداخل فيه وسيعة مهمة كتير. مزبوط جورج، هيونداي كل مرة بيعملوا سيارة عائلية بس ما بيعملوها تضل، كل مرة بيعطوها لوك سبور. كرمال هيك بتشوف انه هالشفره جاي على الصندوق البلت ان مع هالستوبل وراني يلي ماتشينج مع الضوء الادماني هلا بنشوفها تعمل كتير كومبينيشن كتير حلو. هلا من الجنب عم نشوف السبورتي لوك المسكيت يلي جاي على لون السياره ومريات على لون السياره كمان مع هيدا النيرفور من تحت تعطيها مور اجريسيف لوك للسياره كمان. نعم. اكيد انت كنت عم تحكي اصلا كل مره بتشوف السقف نازل هاي كل مرة بتأثر على ثبات السيارة وعملية دخول الهواء 100% ايروداينامكس ايروداينامكس بلس كمان شيء اسمه توفير وقود. لكن بعد ما استعرضنا هالشكل الحلو كتير للإلانترا 2019 بننتقل مع توراس للداخل نحكي عن أبرز أوبشنز موجودين فيها. تعال على داخل الإلانترا بدنا نتعرف أبرز الأوبشنز موجودين بطراز الليمتد بداخل السيارة. طبعاً تروس أبرزهم وقت منقول إلانترا جورج أول شيء بدك تشوف قديش واسع من جوا يلي قاعدين قدام بيكونوا كتير مرتاحين. وأبرز الأوبشنز ستاندرد يلي بيجي فيه قلبها AC راديو تتحكم من ديريكسيون، راديو سيديل أوريجينال مع بلوتوث، 4 شبابيك كهرباء، مرياتها كهرباء، أكيد قفل مركزي مع ريموت كنترول. حتى من جوا من الناحية الخلفية عم نشوف وسيعة كبيرة، يعني 5 أشخاص مرتاحين بيقعدوا فيها للسيارة. فاميلي كار رح نعم حق وحقيقة. أكيد ومثل ما عم بشوف كمان في سندت إيد قدام وسندت إيد ورا كمان اللي بيقعدوا فيهم يريحوا إيدهم كمان. أكيد الدرايفر في ياخد الـ best position driving position اللي قالوا تلت ستيرينج كرسي تبعه فيه علي يوتي كمان تيكون more safe هو عم بيسوق. حتى شغلين على الكاب هولدرز تكون السيارة مريحة بكل شيء. الصبح نازل حدا على شغله عم يشرب قهوته محل ما محفوظ، يعني مريحة كتير السيارة مثل ما مبين. وأكيد إذا نعمل تيست درايف نحكي عنها بآخر قسم نحن وياك وين وكيف بنعمل تيست درايف. قبل ما ننتقل أو سخرونا بعد ما حكينا عن الداخل ننتقل هلأ على الانجن شوف ده جاي محرك الانترا 2019. تابعين حديثنا مع توروس عن الالانترا 2019 الجنريشن السادسة أكيد من الالانترا بهيونداي وقت ما انطلقت لليوم. انجن توروس 4 سيلاند نشيط اكيد. نحن الالانترا اللي عارضينها هون الليمتد بيجي موتيرا 1.6 16 سباب 130 حصان ميتد لتيبترونيك 6 غيارات. يعني سياره مثل هاي كونها هي عائليه للبزنس للتلاميذ الطلاب بدك باور تتنقل الحجم حجم السياره. ذاتس واي موتير 1.6 فيري باورفول. نعم بلس 1.6 اذا بتقول يعني اذا بتروح عند الكومبيتيشن يمكن 2.0 تبعهم ما بتولد قوه 1.6 مثل هاي. وهيدي السياره الالانترا ليميتد ستاندرد بيجي فيها الاي بي اس والاي بي دي. واهم من هاي كل السياره مثل ما كل مره بنحكي جورج هيونداي هي بتصنع حديده 50% فيها ادفانسد
هاي سترينث ستيل. هيدا اهم شغله عم تحكيها ناحيه سيفتي بالسياره، هيكل السياره متين جدا. هلا بدنا نحكي برايس، نعرف شو سعر السياره او ستارتنج برايس للسياره اليوم اكيد بالسوق اللبناني. اكيد وصلنا للديل من بعد ما عملنا هالجوله الشامله على السياره من شكلها الخارجي للداخل، حكينا عن ابرز الاوبشنز فيها بطراز الليمتد، وحكينا كمان عن الانجن الباورفل موجود 1.6 130 حصان. السياره اللي معنا اليوم بالستوديو شو حقها جورج؟ سبيسيفيكلي نحن عاملينها هيدي تا دغري دايركت كل المواصفات اللي حكينا عنها من موجوده، المواصفات يلي حكينا عنهم كلهم 1.6 مع فرينات ABS ليميتد، عم نبيعها ب 18700 دولار مسجله خالصه، وهلا عاملين عليه كاش باك 500 دولار حلوين تاخذوها ب 18200. هيدي السياره مثل ما هي معروضه مع تبقى مع تسجيل مع تبقى وتسجيل وكل الالوان. نحن عنا 10 الوان على الالانترا، نقي واستحلي اللون اللي بدك اياه ب 18200 مفتاح بايدك. واكيد نحن بنشجع كل واحد يلي بيشوف السياره يروح على اقرب شوروم لنا، نحن عنا 20 فرع، يعمل تيست درايف للسياره، يسوقها، يحس السياره كمان. واكيد نحن عنا كنا رائدين بلبنان 24/7، عنا اطول وارنتي 6 سنين 120 الف كيلومتر، وعنا الجراج النقال 24/7، وعنا الامرجنسي 24/7 كمان. اكيد بنشجع كل واحد يلي عم بيحضرنا يعملنا لايك على الانستغرام وعلى الفيسبوك. هيونداي لبنان. Yes. شكرا لوجودك معنا مرة جديدة توروس، منلاقيك بحلقات مقبلة دايما، تابعونا كل يوم بسيارة جديدة على الـ MTV مشاهدينا بأوتوفوكس، إلى اللقاء.